اهلا بكم في قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هشارككم مجموعة من الادوات الصينية المميزة الحديثة اللي بتهم كل ست بيت. الادوات المنزلية الصينية بقت جزء اساسي من حياة الناس في كل العالم. مع مرور الوقت الصين قدرت ان هي تثبت نفسها كلاعب رئيسي في سوق المنتجات المنزلية، وده بفضل قدرتها الهائلة على التصنيع والابتكار. مش مجرد ان هي بتنتج كميات كبيرة من الحاجات، لكن كمان بتركز على تقديم منتجات بجودة كويسة وسعر مناسب. النهاردة لما تدخل اي بيت صعب ما تلاقيش حاجة مصنوعة في الصين، سواء كانت حاجة بسيطة زي المعالق او الشوك، او حاجات معقدة زي الاجهزة الكهربائية الكبيرة. السر وراء الانتشار ده بيرجع لعدة عوامل. اول حاجة هي السعر. المنتجات الصينية بتتميز ان هي بتقدم قيمة عالية مقابل السعر. الشركات الصينية قدرت ان هي توصل لنقطة توازن ما بين الجودة وما بين التكلفة، وده خلى المنتجات بتاعتها بتنافس بقوة في السوق العالمي. الناس بقت تقدر تشتري حاجات كتير بأسعار معقولة، وده بيساعد في تحسين جودة الحياة من غير ما يدفعوا مبالغ كبيرة. تاني حاجة وهو التنوع. الصين بقت مشهورة بأن هي بتنتج كل حاجة ممكن تتخيلها، من الأواني المنزلية لأدوات المطبخ للأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة. التنوع ده بيخلي الناس دايما بيلاقوا اللي هما محتاجينه مهما كانت احتياجاتهم أو تفضيلاتهم. تالت حاجة وهي التصميم والابتكار. المنتجات الصينية بقت بتركز بشكل كبير قوي على التصميم العصري والابتكار. تلاقي منتجات بأشكال وألوان متنوعة بتناسب كل الأذواق، وكمان بقت الشركات الصينية بتستخدم تكنولوجيا متقدمة في تصنيع منتجاتها، وده بيديها ميزة إضافية في السوق. رابع حاجة وهي التوافر وقطع الغيار. لو عندك منتج صيني وحصل فيه مشكلة تقدر تلاقي قطع الغيار بسهولة. الأسواق مليانة بقطع الغيار بتاعة الأدوات الصينية، وده بيخلي عملية الصيانة والإصلاح أسهل وأرخص. مش بس كده، الصين كمان بقت بتهتم بعملية الاستدامة والبيئة. في الفترة الأخيرة شفنا توجه كبير ناحية تصنيع منتجات صديقة للبيئة، وده بيكون من خلال استخدام مواد معاد تدويرها أو مواد طبيعية أقل ضررا على البيئة. بكل المقاييس الأدوات الصينية بقت خيار ممتاز لكتير من الناس حول العالم بفضل الجودة والسعر والتنوع والابتكار. الصين قدرت تحجز لنفسها مكانة قوية في كل بيت، ومهما كان احتياجك هتلاقي دايما منتج صيني بيناسبك ويحقق توقعاتك. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي أتمنى أن انت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتشاركي الفيديو مع أصحابك وقرايبك. ودلوقتي هشارككم مع مجموعة من الأدوات الصينية المميزة جدا، يلا بينا. ومعانا كمان المنظم ده بننظم عليه المقشات او المساحات بدل ما تعمل كركبة. المنظم ده بيكون فيه منه باربع خانات او ثلاث خانات، وبيتلزق على الحيطة بدبل فيس. ومعانا كمان الغسالة المحمولة. الغسالة دي بتكون عملية شوية، خصوصا لو انت بتحتاجي ان انت ممكن تاخديها معاكي في مكان، مثلا لو مسافرة او حاجة ممكن تغسلي فيها الشرابات او الملابس الداخلية، وكمان بتقدر ان هي تجفف لك الملابس. ودي مساحة تقدري تستخدميها للحوائط او للارضيات عن طريق منديل، وبعد كده تقدري انك تتخلصي منه بكل سهولة. وده حامل للمناشف والفوط، بتقدري ان انت تستخدميه في الحمام عن طريق الضغط كده زي ما انتوا شايفين. تركيبه سهل، وممكن لو انت مش محتاجاه بتطويه، فطبعا ده مش بيخليه واخد عندك مساحة في التويلت، وكمان ممكن تعلقي عليه كذا حاجة في نفس الوقت. ودي شنط لتخزين الملابس او تخزين المفروشات الزيادة او اي حاجة بتكون زيادة عندك، بتيجي باشكال والوان كتير او بتكون اشكالها جميلة، تقدري ان انتي تخزني فيها اي حاجة زيادة وتحميها من الاتربة. وكمان بتتميز بان هي بتكون سهلة في الحمل وسهل ان انتي تطويها وتشيليها. ومعانا كمان الترابيزة دي، وهي بتكون عملية جدا جدا. الترابيزة زي ما انتوا شايفين بتتميز بان حجمها صغير، وكمان ممكن تستخدميها في اي مكان بتاخديها فيه، وممكن تحطي عليها كل المستلزمات بتاعتك. الباسكت دي بتكون عملية، ممكن نستخدمها في التويلت او ممكن نستخدمها في المطبخ لانها بتتعلق، وممكن تتخلصي من القمامة بتاعتك وبتقفليها بكل سهولة. وده حامل، الفكرة بتاعته بتكون سهلة جدا، وهو انك بتلزقيه بدبل فيس على الحيطة، وممكن تلزقي عليه مثلا الدوش، او ممكن تلزقي عليه مساحة او مقشة او اي حاجة انت بتحتاج ان انت تستخدميها باطوال واحجام معينة. وده موزع للزيت. الموزع ده بيتميز ان انت تقدري تستخدميه وانك ترشي الزيت عن طريق الرش، يعني بيرش كميات بسيطة جدا، او ممكن تستخدمي بجزء تاني ان انت تصبي زيت بحبة صغيرين.
ومعانا كمان المساحة دي، وهي بيكون حجمها صغير جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ممكن تستخدميها في تنظيف الأسطح مثلا، الترويزات في المطبخ، وكمان بتقدر ان هي بتمتص كل الرطوبة اللي موجودة او المية الزيادة زي ما انتوا شايفين وبتتخلص منها. ومعانا كمان الدواسة دي، الدواسة دي طبعا بتحل مشكلة كبيرة بتقابلنا كلنا جدا في البيوت، وهي قدام التويلت بيكون دايما في مية، الدواسة دي بتمتص المية الزيادة، وكمان بتكون ثابتة جدا على الأرض مش بتتحرك. ومعانا حامل باكت المناديل زي ما انتوا شايفين، هو بيكون من خامة الاكليريك، شكله بيكون شيك جدا. طبعا طريقة لزقه بتكون سهلة لانه بيتلزق بدبل فيس على الحيطة، يعني ممكن تلزقيه مثلا في التويلت او في المطبخ او في اي مكان تاني انت عايزاه. المناديل طبعا ما بقاش فيه غنى عنها في البيوت دلوقتي، فتقدري ان انت تلزقيه في كل الاماكن اللي انت محتاجاها. ومعانا كمان دي شنط للاستخدام، الشنط دي بتكون عملية جدا جدا، تقدري ان انتي تخزني فيها كل الملابس او المفروشات بتاعتك الزيادة، طبعا بتحافظ عليهم من الاتربة اللي بتوصل للدولاب، وكمان بتكون ووتر بروف وشكلها شيك. ومعانا كمان القطعة دي هي منظم للاسلاك، المنظم ده بيكون حلو وعملي جدا لان هو بيحفظ لك السلك على انه يكون موجود في مكانه بدون ما السلوك كلها ما تكون متلخبطه في بعضها، وكمان من غير ما السلوك ما تقع زي ما انتم شايفين بيكون عملي. ومعانا الاكياس دي، الاكياس دي فكرتها ان انت بتحطي جواها الصابونه وتقدري ان انت تغسلي بيها اي حاجه، ده بيساعد الصابون على ان هو يعمل رغوه زياده زي فكره الليفه بالظبط، وممكن طبعا تجمعي فيها بواقي الصابون ودي تبقى فكره موفره جدا. وده كمان حامل للمناديل بس بشكل جديد، شكله جميل، تقدري ان انت تعلقيه برضو بدبل فيس في التويلت او في المطبخ. وطبعا بيكون من مميزاته كمان ان الحامل نفسه بيكون مغلق، يعني ما بيوصلش للمناديل اي ميه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا هشرح لكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي. المنتجات دي تقريبا كلها منتجات صينيه، بتكون موجوده على موقع زي موقع علي بابا او موقع علي اكسبريس او موقع امازون. لو البلد اللي انت عايشة فيها سهل ان انت تقدري تطلبي من موقع علي اكسبريس او علي بابا او امازون، والشحن بالنسبة لك بيكون سعره كويس، تقدري ان انت تخشي على خانة السيرش في المواقع دي وتكتبي اسم الاداة المنزلية اللي انت بتدوري عليها او اللي انت محتاجاها، وتقدري تشوفي البايع اللي انت حابة ان انت تشتري منه. طبعا هتلاقي ممكن اكتر من بايع لنفس المنتج، فالافضل ان انت تشوفي افضل بايع عليه تقييمات واراء للناس كويسة بحيث ان انت يوصلك منتج جودته حلوة. ولو كان بالنسبه لك صعب ان انت تقدري تطلبي من المواقع دي لاكتر من سبب، مثلا ان سعر الشحن غالي بالنسبه للبلد بتاعتك، او ان البلد بتاعتك بتفرض جمارك على الادوات اللي هتوصلك، فطبعا ممكن تكون اداه بسيطه بس انت محتاجاها، بس في الاخر تلاقي ان اجمالي السعر بتاعها مش متناسب معاها اطلاقا، مثلا بعد سعر الشحن او بعد سعر الجمارك، فممكن تلاقي سعرها سعر غير منطقي اصلا. ففي الحالة دي برشح لك ان انت تشوفي موقع مثلا زي موقع امازون، هل هو موجود في البلد بتاعتك ولا لا. موقع امازون من المواقع المحترمة جدا، لو هو موجود في البلد بتاعتك تقدري ان انت تدوري برضو على الاداة المنزلية اللي انت عاوزاها، وتكتبي في السيرش اسم الاداة المنزلية، وتقدري انك تشوفي برضو الريفيوهات. دايما بحب ان انا اكد عليكم في الموضوع ده، ان انت تشوفي الاراء بتاعة العملاء اللي جربوا المنتج ده، لان مش دايما كل الحاجات اللي بتنزل في بعض البلاد بتكون نفس درجة الخامة اللي انت شايفاها في الفيديو. ممكن في الفيديو يكون بيستعملوا حاجات بخامات كويسة جدا، بس وقت ما تكون وصلت في البلد بتاعتك او المستورد اللي بيجيبها في بلدك يكون بيجيبها بدرجات اقل، فبالتالي تلاقي ان المنتج جودته مش حلوة، او لو مثلا استعملتيه هيتكسر بسرعة او هيبوظ على طول. فدايما بحب ان انا اكد عليكم دايما من موضوع الريفيوهات ده، ان انت دايما تتاكدي من البائع اللي انت بتشتري منه وريفيوهات العملاء اللي اشتروا منه، هل الحاجه بتاعه البائع ده كويسه والخامه بتاعتها كويسه والناس بتشكر فيها، ولا بيقولوا ان الخامه مش كويسه، عشان ما تضيعيش وقتك او تضيعي فلوسك على الفاضي. فهنا بقى عندك اوبشن ان انت تشتري من موقع امازون لو هو كان موجود في البلد بتاعتك، وطبعا موقع امازون من المواقع المحترمه اللي بتضمن حق العميل، يعني تقدري ان انت حتى لو المنتج وصل لك وما عجبكيش تقدري ان انت تعملي استرجاع والفلوس بترجع لك على نفس طريقه الدفع اللي انت دافعه بيها. وكمان احيانا لو المنتج مش قابل للاسترجاع اصلا ممكن يقولوا لك تقدري انك تحتفظي بالمنتج وبرضه بيردوا لك الفلوس بتاعتك. طيب لو فرضنا ان انت المنتج اللي انت بتدوري عليه مثلا مش لاقياه على موقع امازون، او مش حابه انك تتعاملي من خلال موقع امازون مثلا، فهنا بيكون في عندك اكتر من طريقه تانية برضو هشارككم بيها.
اول حاجه عشان تبقوا فاهمين، لان في بعض الناس ممكن ما تكونش عارفه، الادوات الصينيه دي بيبقى فيه مستوردين من كل بلد، هم اللي بيشتغلوا في الادوات دي، هم بيروحوا بنفسهم بيتعاقدوا مع المصانع بيشتروا الادوات المنزليه دي وبيستوردوها للبلد بتاعتهم، بس طبعا عشان هم بيجيبوا كميات كبيره جدا فبيقدروا ان هم يحصلوا عليها بسعر بيكون كويس، غير ما انت ما هتروحي تشتري قطعه واحده من المواقع الصينيه بتاعتهم. فطبعا هنا انت بتتكلفي شحن بيكون غالي جدا على القطعه الواحده اللي انت بتشتريها، انما هم بيقدروا ان هم يدخلوا كميات كبيره باسعار كويسه جدا، فبالتالي لما سعرها بيوصل لك جوه بلدك من خلال المستوردين بيكون السعر مناسب. المستوردين دول تلاقيهم فين؟ طبعا ده بيكون على حسب كل بلد، بس اكيد اغلب الناس بيكونوا عارفين اسم الاسواق اللي بيكون موجود فيها الادوات المنزلية. مثلا عندنا في مصر بيكون في اسواق زي سوق العتبة او ابو النمرس او النزهة الجديدة، خصوصا النزهة الجديدة. النزهة الجديدة من الاسواق اللي بيكون موجود فيها كل الادوات المنزلية اللي احنا بنشوفها. بس عشان اكون صريحة ودقيقة معاكم، بصراحة مش دايما كل الادوات اللي بنشوفها بتكون بنفس الجودة، احيانا في مستورد ممكن يطلب منهم نفس المنتج بس بجودة اقل، فبالتالي لما انت تيجي تستخدمي المنتج تلاقي ان جودته مش كويسة او ان المنتج مش حلو. فدايما لو انت هتحبي ان انت تنزلي بنفسك تبصي على المنتجات دي، اكيد انت هتقدر انك تفضلي ايه الاحسن وايه الخامة الكويسة وايه الخامة اللي حاسة ان هي مش هتعيش معاكي. ولو مش هتقدري انك تنزلي بنفسك وتبصي على الادوات دي، تقدري ان انت تطلبيهم من خلال صفحات الفيسبوك او جروبات الفيسبوك او الانستجرام، بيكون في برضو تجار بياخدوا من المستوردين دول او بيستوردوا هما بنفسهم وعاملين صفحات على الفيسبوك والانستجرام بيبيعوا من خلالهم الادوات المنزلية الحديثة دي، فتقدري برضو ان انت تشتري الطلب بتاعك وانت موجودة في البيت بتاعك، بيكون سعر الادوات من خلال التجار دول او الصفحات دي بيكون سعرها مناسب جدا عن برضو ان انت تحاولي انك تشتريها بنفسك وتدفعي عليها جمارك. وبرضو هرجع واكد عليكم، لو قررتي ان انت تشتري من خلال صفحات اونلاين او صفحات على الانستجرام، دايما اتأكدي من الريفيوهات بتاعة العملاء وان يكون ليهم ريفيوز كويسة وان يكون في ناس بتتعامل معهم حلو، واكدي عليهم بان انت هتفتحي الشحنة وتبصي عليها، لو المنتج عجبك هتاخديه، ما عجبكيش بتدفعي مصاريف الشحن وبس. ولو انت بتحبي مجال الادوات المنزلية وحابة ان انت تشتغلي فيه، انا قلتلك على الاماكن اللي موجودة في مصر، او تقدري انك تنفذي نفس الفكرة دي عندك في البلد اللي انت فيها، وممكن تجيبي الادوات دي بسعر الجملة وتبدأي ان انت تبيعي من الادوات دي وتعملي مثلا جروب او صفحة وتبيع منها للمعارف والاصدقاء. والمتابعين القناة بتاعتي، اي حد محتاج اي منتج من اللي انا بعرضهم يقدر ان هو يكتب لي في الكومنتات المنتج كان في الدقيقة كام، وانا هحاول ان انا اساعده واوفر له اللينكات بتاعه شراء المنتج ده ان شاء الله. وبتمنى من متابعينا الكرام ان هم لو موجودين في اي بلد غير مصر ان هم يشاركونا ويكتبوا لنا اسم الاسواق بتاعه الادوات المنزليه في البلد بتاعتهم، يكتبوا مثلا انا من بلد كذا واسم الاسواق اللي عندنا كذا، بحيث ان هم يقدروا يفيدوا متابعين قناة منزلي اللي موجودين معاهم في نفس البلد، فيقدروا هما كمان ان هما يروحوا بنفسهم يشوفوا الاماكن اللي بتقدم الادوات المنزلية الجديدة دي. لو عجبك الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تدوسي على زر الاعجاب للفيديو لو الفيديو بتاعي عجبك، واتمنى لو كنت لسه مشتركتش في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. احنا بننزل دايما فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة. أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، وأشوفكم بإذن الله على خير، مع ألف سلامة.